مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تعلم اللغة الصينية. مشوارنا يتواصل لتعلم عبارة جديدة من عبارات الموضة. سنتعلم اليوم عبارة إيجابية جديدة، ألا وهي تشنن ليان، التي تدل على الروح المعنوية الإيجابية والتي تؤثر في الآخرين تأثيرا إيجابيا. عبارة جنن ليان كانت في الأصل مصطلحا فيزيائيا. المفهوم العلمي لعبارة جنن ليان هي أن الطاقة الإيجابية قائمة على أساس علمي كالتالي: باعتبار الطاقة التي يحملها الفراغ تعادل الصفر، نسمي المادة التي تحمل طاقة أكثر مما يحمله الفراغ بالإيجابية، ونسمي المادة التي تحمل طاقة أقل مما يحمله الفراغ بالسلبية. أما في الحياة فيمكننا وصفها بالروح المعنوية الإيجابية. بدأ انتشار عبارة تشنن ليان منذ نشر كتاب الطاقة الإيجابية من تأليف أخصائي علم النفس البريطاني ريتشارد وايزمان، الذي يشبه في كتابه جسم الإنسان بمجال الطاقة. فإذا تمت إثارة الطاقة الكامنة للإنسان، من الممكن أن يظهر بذات جديدة تتمتع بالمزيد من الثقة والنشاط، ثم يمكن للإنسان إنتاج المزيد من الأشياء المادية والثروات الروحية الأعلى جودة. فعندما نقول تشنن ليان نقصد بها الروح الإيجابية في قلب الإنسان. لذلك سنشاهد معا اليوم ما يحدث في مكتب التحرير حول عبارة تشنن ليان.孙亮啊，嗨，我自个儿来吧。哎，我来。你忙你的了呗。没事，要是这点事儿，杜邦你的话，您这海报不是白贴了吗？嘿嘿，看不出来啊，小伙子身子骨里还有点正能量啊。咱这个正能量虽然不多，但是啊，能发挥一会儿是一会儿。对，您看看还有什么要贴的？没了，就这么多。那行，那我先走了，大爷啊。哎，好嘞。哎，对了，大爷，您那个最近中了吗？咱好选呐，保证有戏。这事儿啊，不能急，自有天意。那行，我先走了，大爷，再见。哎，慢走啊。 王大爷，哎，这算多什么？嗨，抗震救灾，免费修车。免费修车，好吃亏的了。话可不能这么说呀，我啊是发挥余热，干点力所能及的事儿，发挥正能量呗。您这觉悟高，我可比不了。哎，怎么意思这是？大包小包的，媳妇赶出来了？这不要出差吗？刚从家把这行李拿。哦，忙去吧啊。好嘞，王大爷。 哎呀，现在你说发挥余热干点好事儿，怎么那么多说辞？真是。
哎，你找什么呢？哎，一张彩票。彩票？没看出来，您还好这个？玩玩呗。您把彩票掉哪儿了？嗨，我要知道掉哪儿，我还用找啊？什么时候丢的？就是刚才原来在这口袋里放着来着，后来呢，我就修车，修完了车我就回去，到屋里边再找就找不着了。那应该还在这附近，您别急，我帮您一块儿找。什么样的彩票啊？就那双色球。得了，不劳烦您了，您去忙您的，我自个儿找找得了。要不这样吧，我让他们年轻人把这事儿挂网上。一会儿就传遍了，挂网上啊！嘿，网络时代嘛，嘿，那新鲜，一手之劳啊！行，那劳烦您了，您啊，忙您的，您放心，啊、这事儿我给您办。好嘞，您慢走。好，好，拜托了啊！大家手头活都放下。门房王大爷刚才一张双色球彩票在院子里丢了，你们看见了吗？请大家发挥正能量，帮忙找找。齐头，这个事情王大爷着急吗？那是当然了，找大半天了。你到底想说什么呀？我是想说啊，如果王大爷着急的话，您呀就做一件好事儿。什么意思？您呀给王大爷买一张，说是找到了。这不好吧？这不是骗人吗？我也是好心呀、啊。可是这是原则问题、啊，不让他发现不就行了？这样行吗？那你说怎么办？也不是不可以吧？彩票这种东西那么小，怎么可能找得到吗？孙亮也是好意，不过这买不买彩票，还是个原则问题。彩票找着了吗？齐主编，劳您费心了。这个八成是谁的？我们都没看见，是您的，跑不了。王大爷，那个号码您还记得吗？这不大伙都知道吗？我一直守着那个号啊。哦，王大爷，您也别着急了，我们先走了啊。哎，好，您慢走啊。行，王大爷，再见。哎、慢走啊，咱们明儿见啊。好的，大爷。哎，头儿。您老就行行好、嗯，给王大爷买上一张补上不就结了吗？不是钱的事儿，这是原则问题。那我买算您的，您看行吗？不是你买我买，原则，原则问题。王大爷，哎，您看是这号吗？没错，就是他。我正寻思着，不行，再重打一张去呢。啊，您看我说什么来着？是您的，跑不了。您是在哪儿找着的？我可谢谢您了。您甭客气，是我们那儿小孙捡着的。哦，小孙呐，那您替我谢谢了。客气了，我们都得向您学习呀、啊。嗨，那不是助人为乐吗？那您说好了。哎，好，回见啊。谢谢您了啊。哎。哟，今天来这么早，没事懒觉。也不知道王大爷这回中没中奖。人家就没中奖，你担心什么呀？这事儿你不知道，前几天呀，王大爷彩票丢了。彩票？哎，我们呀怕他难受，就给他补了一张，所以才这么上心。你还别说，这回啊还真中了，虽然不是大奖，可也不少。哟，那我得恭喜您了，您这回不愁吃穿了。嗨，这话怎么这么说呀？现在谁愁吃愁穿呢？这不看着电视里边，灾区灾民那么难，咱心里边不好受啊。有了这个，
咱们多增加点正能量。那谢谢您了，那我先走了，王大爷啊，咱回见。慢走啊，王大爷，还是一圈啊？嗨、哎，传递正能量啊。行，您先忙着，咱回头见。哎，好嘞，慢走啊。تعبر جنة ليانغ عن حالة نفسية إيجابية وتزيل المزاج السيء. عادة نقول ني شن شان يو جو جنة ليانغ، أنت تتمتع بالكثير من الطاقة الإيجابية. ني شن شان يو جو جنة ليانغ. وتستخدم عبارة جنة ليانغ مع كلمة تشوان دي أو فا خوي. تشوان دي جن ليان تعني نقل الروح الإيجابية إلى الآخرين. تشوان دي جن ليان، أما فخوي جن ليان فتعني تعبئة عوامل إيجابية كامنة في ذات الإنسان. فخوي جن ليان مثلا بنتي هو دون شويلا بانجو زاي تشو رنمين. تشوان دي جن ليان. تعمل هذه الفعالية على مساعدة بعض الأشخاص المنكوبين وإعطائهم الطاقة الإيجابية. بنتي هو دون شويلا بانجو زاي تشو رنمين تشوان دي جن ليان. ران ومن إيتي فاخوي جن ليان باوخو خوان جين. دعونا نوظف الطاقة الإيجابية للعمل على حماية البيئة. ران ومن إيتي فاخوي真能量，保护环境。没事儿，要是这点事儿都不帮您的话，您这海报不是白贴了吗？嘿嘿，看不出来啊，小伙子身子骨里还有点正能量啊。咱这个正能量虽然不多，但是啊，能发挥一会儿是一会儿。对，您看看还有什么要贴的？没了，就这么多。王大爷，哎，这在搞什么？嗨，抗震救灾，免费修车。免费修车。好吃亏的了，话可不能这么说呀，我啊是发挥余热，干点力所能及的事儿，发挥正能量呗。في أيامنا هذه يصف الصينيون بعبارة جنن ليانغ الأشخاص أو الأمور التي تتسم بالإيجابية والصحية والتي تحمل القوة والأمل، فقد أصبحت رمزا للتعبير عن تعطشنا وتشوقنا. مشاهدينا الكرام، أتمنى لكم حياة مليئة بجنن ليانغ. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نترككم على أمل لقائكم في حلقة قادمة وعبارة جديدة. زيتيان. 城市里相互起的我和你，上演一出出悲剧和喜剧，你看我的生男生女互不满意，只听他们各自吐槽幸福在哪里，做不做房奴又有什么关系，裸婚怎么会阻挡幸福的轨迹，山寨玩意儿是坑爹的利器，会做空气秒杀呼吸的权利，别让自己宅在封闭的世界里，当山里当回旅游比较唯一，微笑卖萌化解复杂的